مرحبا دكتورة هدى. مرحبا، السلام عليكم، مرحبتين. عليكم عليك السلام. السلام والرحمة. دكتورة، بغينا نسألك عن إبر التنحيف. هي أساسا اللي عارفة أنها تنوصف لمرضى السكري، ليش قاموا يصفونها حق التنحيف أو لخسارة الوزن؟ الحقيقة أنا بدأ المشوار العلمي لهالحقن من السبعينات إلى أن صارت سنة 2005، ظهرت أول حقنة تؤخذ في اليوم مرتين، وكان الهدف منها للسكري. لكن وجدوا العلماء أن تأثيرها على الوزن بتخفيض الوزن جدا مهم، فأصبح تسويق نفس الإبر ليس فقط للسيطرة على السكري، وإنما كمان للسيطرة على زيادة الوزن المفرطة. ترى في أشخاص معينين ما ترومين توصفين لهم الإبرة هاي؟ المصابين اللي عندهم التهاب بنكرياس أو اللي عندهم مرض معين من أورام الغدة الدرقية اللي بيسموها ميديولري ثايرويد كانسر أو MEN، والحامل والمرضع، هذه الفئات لا يمكن أن احنا نستخدم لهم إبر التخسيس. حتى إلى الآن مرضى السكر من النوع الأول لا يمكن أن احنا غير مصرح لهم باستخدام هذه الإبر. يعني مش أي مريض بس يروح الصيدلية وياخذ الإبر وبدون وصف الطبيب وبدون الاستشارة. ضروري جدا يعرف أن ما في أورام في الغدة الدرقية، وظائف الكلى والكبد تسمح والبنكرياس تسمح باستخدام هذه الإبر، وبعدين نبدأ بالتدريج البطيء، يعني جرعات بسيطة، ويعني شيئا فشيئا نتصاعد بالجرعات. عند صحيح. الوصول للوزن المناسب نقوم تثبيت الوزن، بمعنى أن نستمر على نفس الجرعة المحتملة، مش بالضرورة أني أنا أرفع إلى الماكسيموم، وإنما الجرعات المحتملة للمريض، ويكون يستمر عليها فترة من الزمن، خلينا نقول شهرين ثلاثة، وبعدين بالتدريج البطيء يتم تدريجيا إنقاص الجرعات إلى أن نتوقف عن الإبر. المرضى اللي هم ياخذوها تجاوزا لإنقاص الوزن فقط لازم يكون عندهم في بالهم أن الأدوية هي مجرد عامل مساعد، فلا غنى نهائيا عن الحمية الغذائية وممارسة الرياضة، خصوصا عند تثبيت الوزن وبداية تخفيض الجرعات والتوقف نهائيا عن استخدام الحقن، وإلا يزيد الوزن بشكل مفاجئ. والسبب أن الوزن بيزيد لأن الطريقة اللي هو يشتغل فيها على الجسم، أنه هو أساساً الأدوية هذه تنشط مركز الشبع في الدماغ، لما أنا أوقف الدواء فجأة تنشط مراكز الجوع في الدماغ فجأة، ايوه فالجسم يصير يتعامل مع الأكل بنهم. دكتورة هدى، أنا عندي رفيقتي أخذت الإبرة من هون ودخلت المستشفى من هون. هلأ في ناس بياخذوا الإبر وبأثر عليهم وفي ناس ما بتأثروا، شو سبب هالاختلاف بتأثير الإبر على الأجسام هاي؟ يمكن تكون صديقتك ما كان لازم تاخذ الابر اساسا، يمكن هي عندها تهيج بغشاء المعده، يمكن هي من النوع اللي عندها كان مثلا ارتفاع بانزيمات البنكرياس، فضروري جدا ان مراجعه الطبيب واستشاره الطبيب لعمل التحاليل المبدئيه، هذا الشيء. الشيء الثاني، في بعض الناس تدخل فعلا، يعني احنا سمعنا من مرضى انهم دخلوا المستشفى بطوارئ بسبب انهم اخذوا جرعات أعلى من المفروض تمام. ما ياخذوها. بالنسبة للعوارض على المدى البعيد، هل هيكون في تأثير؟ جميع الأبحاث العلمية إلى الآن درست هذه الإبر وتأثيرها على الجسم لفترة لا تزيد عن 3 سنوات. الآن عمالين إحنا نشوف الأعراض الجانبية من خلال خبرتنا المحلية نحن، غير الخبرات المقتبسة عن الدراسات والتجارب السريرية. صح دكتورة، دكتورة، بس سؤال أخير بخصوص الإبر. اللي يفكر مثلا ياخذ إبر التنحيف هذه، هل يعني مسموح له مثلا لحالته الصحية، بالنسبة للي حالتهم الصحية تسمح أنهم ياخذون الإبر هاي، هل يقدر ياخذها أكثر من 4 شهور وعادي ما تأثر مثلا على الكلى والكبد مستقبلا، على وظائف الكلى والكبد، أو أنه يستحسن أنه ياخذها فترة قصيرة ويوقفها خلاص؟ يعتمد كم نسبة الوزن اللي هو يعني المريض يحتاج إنه هو ينزل. عادة إذا مريض السكر وعنده وزن زايد ويحتاج إنه هو ينزل مثلا 10% من الوزن، ممكن إنه هو يستخدم الإبر لمدة 3 شهور إلى 6 شهور. لكن إذا هو أصلا مريض سكر ومستفيد على الإبر، ممكن يستمر أكثر على الإبر.
شكرا دكتورة، وايد استفدنا وياك عن هالإبر صراحة. عن جد يعطيك العافية دكتورة. شكرا شكرا دكتورة. بكل سرور.